وللمزيد حول استمرار انتهاكات الاحتلال الصهيوني ضد الأسرى الفلسطينيين داخل معتقلاته وإضراب الأسرى عن الطعام، ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الأسير الفلسطيني المحرر الدكتور أحمد أبو صالح. أهلا بك دكتور أحمد. أهلا بكم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. دكتور أحمد، على الرغم من الظروف المعيشية داخل سجون الاحتلال، فإن هناك من الأسرى من يعانون ظروفا صحية تزيد من معاناتهم. بداية، ما الذي يجعل الأسير يأخذ قرار الإضراب عن الطعام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله وصحبه أجمعين. الأسير الفلسطيني أولا لم يبقى معه سلاح إلا جسده، فهذا هو السلاح الوحيد الذي بإمكانه أن يستعمله للضغط على الاحتلال. وهذه من ميزات الحركة الأسيرة الفلسطينية، أنهم يقاومون بأجسادهم وبهذا السلاح منذ أن نشأت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي. يعني كيف ترى أوضاع الأسرى المضربين عن الطعام بعد دخول إضرابهم أو إضراب بعضهم حقيقة ما يزيد على 100 يوم؟ الوضع الآن وصل إلى مرحلة الخطر. يعني أنا أعرف الأخ كايد الفسفوس، هو جاري في دورة، مدينة دورة الخليل، وأعرفه معرفة جيدة، أعرف طفولته. الآن دخل مرحلة، يعني المحامي أبلغ عائلته هذا الصباح أنه من المحتمل أن يدخل في مرحلة الموت السريري لكايد الفسفوس أتكلم. نعم. مقداد القواسمي أيضا في مرحلة الخطر الشديد، الآن مرحلة الخطر الشديد، جسمه لا يتقبل السوائل، يعني جسم مقداد لا يتقبل السوائل، وهذا يعني هو تركهم للموت. في سوابق كالأسير المحرر أحمد القيق رضخت، يعني كما تعلم، سلطات الاحتلال وأطلقت سراحه. الآن بماذا تفسر تعنت الاحتلال مع المضربين عن الطعام هذه المرة؟ يعني المثل العربي بقول اللي بتعرف ديته أقتله. يعني الاحتلال الإسرائيلي هو ليس بتعنت، هو يمارس بعنجهية، يعني تعنت بعنجهية، يعني يفرض القوة على الإنسان الضعيف. هذا ما يعمله الاحتلال الإسرائيلي الآن، فقط عنجهية، لأنه لم يجد من يردعه، لا رادع له، لا أمة عربية، لا أمة إسلامية، لا قيادات، لا ثورة، لا مناضلين، لا دول، لا اتحاد أوروبي، لا أمم متحدة، لا أحد يسأل في موضوع الأسرى. يعني نحن الآن في أعظم في مرحلة الانحطاط لهذه الأنظمة اللي ما بتدافعش عن الإنسان مكبل، يعني إنسان يرفض الاعتقال الإداري. تعرف ما معنى كلمة الاعتقال الإداري أخي العزيز؟ الاعتقال الإداري هو الضبط وأخذ الإنسان بدون تهمة، بدون توجيه تهمة، يعني لا يوجد له تهمة، ووضعه بداخل بقرار تعسفي من حاكم عسكري ظالم لمدة 6 شهور سنة، حتى أن هناك بعض المعتقلين الإداريين لهم 10 سنوات بدون محاكمة. هم يرفضون هذا الأسلوب. يعني أنت لا توجه إلي تهمة وتضعني داخل الأسر مكبلا مقيدا بدون توجيه أي تهمة، وهذا يأخذ من السنين، مثل كايد الفسفوس ومقداد القواسمي وبقية الأسرى. فهم إضرابهم عن الطعام، هذا السلاح الذي يستمع له الأسير الفلسطيني، فقط لترك القضية، لأنها لا توجد قضية، يعني لا توجد قضية، لا توجه لهم تهمة. دكتور، هذا هو الاعتقال الإداري، هذا الظلم الإداري. دكتور أحمد، يعني الاتحاد الأوروبي من جهته أعرب عن قلقه تجاه الحالة الصحية للأسرى المضربين. لو سمحت لي، لأي مدى يمكن أن يشكل الاتحاد الأوروبي فعلا ضغطا لربما يعول عليه على الاحتلال، ضغطا على الاحتلال في سبيل إطلاق سراح الأسرى؟ هل هناك تعويل على هذا الدور؟ يعني شخصيا بصراحة أنا، يعني نعم، مع ثقتي واحترامي لمؤسسات المجتمع المدني، مع احترامنا للمؤسسات الدولية، مع احترامنا لوجود ضغوطات أوروبية وأمريكية وعربية وإسلامية، لكن المثل بقول أيضا ما بحرص البلاد اللي عجولها. يعني إذا إحنا ما ضغطنا، إحنا كسلطة فلسطينية، كقيادة فلسطينية، كثورة فلسطينية، كقيادات وحركات يعني فلسطينية على الاحتلال، ما ممكن إن نحل قضية الأسرى. قضية الأسرى حلها فقط إحنا منا إن نضغط عليهم نحن، إما عن طريق تبادل أسرى، إما عن طريق يعني أمور أخرى، لكن يعني طفح الكيل، شبابنا الآن يموتون، يتدورون جوعا، عندك أكثر من 5000 أسير موجود،
القضية ليست قضية أكايد الفسفوس أو مقداد القواسم، القضية قضية 5000 أسير وأسيرة أطفال، أكثر من 400 أسير طفل موجود في داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي. هذا موضوع يعني يجب علينا تبييض هذه السجون. عندنا أسرى يا أخي موجودين الآن وما زالوا أكثر من 25 أسير قبل اتفاقية أوسلو. أيعقل أن يبقى أسرى قبل اتفاقية سلام مبرمة بينه وبينهم؟ نعم. أليس هذا ظلم؟ أليس هذا إجحاف؟ وفق قضية الأسرى هي قضية لامعة، قضية الأسرى هي النقطة البيضاء الناصعة في هذا المشوار النضالي. قضية الأسرى هي النقطة البيضاء فقط، لم يبقى لنا نقط بيضاء إلا قضية الأسرى، تحريرهم واجب. دكتور أحمد، وفق المعطيات وبحسب خبرتك في هذا الملف بطبيعة الحال، هل ترى انفراجة قريبة في هذا الملف، ملف الأسرى؟ يعني أنا دائما ثقتي طبعا، هو موضوع المقاومة موضوع استثنائي، هو يعني بيده عدة عوامل وعدة أسرى، وبالذات في غزة يعني عندهم اللي هو مثل صفقة شليط. يعني سؤالك هيك أكيد صح؟ يعني هل تتوقع صفقة هيك بتقصد يعني؟ يعني إذا هيك كان سؤالك نعم. نعم، إذن كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول الأسير الفلسطيني المحرر الدكتور أحمد أبو صالح، شكرا جزيلا لك.